سيد محمد عربي خود خليك من الكلام اللي قاعدين يقولك ما نعرفش شنو يقولوا لك في المظاهرات وكذا، لكن خليك عقلاني واسمع الكلام كويس. انت رجل قانوني معناه، مش 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 رجل عادي، وموكلينك الناس انك انت تدافع عن حقوقهم. ما عندهمش فلوس الانماء، الانماء ما تحلمش ان هي تدبر امور. اسكتوا سيد محمد، تعرف نقول لك على حاجه؟ سكتوا هلبة. نعم. قعدتوا 12 عام، هو من أول ما بني صندوق الإنماء فاسد، لكن قعدتوا ساكتين من 2011 لليوم. اليوم جايين أنتوا بعد ما فرغوه كسروه فسد خنبوه، توا جاي تقول وين فلوسي؟ اليوم ما عنداش، ما عنداش حتى، نقول لك على حاجة، ما عنداش حتى 100 مليون. خليك السيد ياسين ما قاليش الكلام هو، لكن أنا نعرفه. أعطيني مطالب واقعية، أعطيني شيء واقعي. أنت لا تطلب 20,000، لا عندهم يعطوك 20,000 ولا حتى على 5,000 جنيه. أرد عليه قول له. تمام تمام، أنا نقول لك، أنا إحنا شوف، هو اللي خلى الناس يعني تسيب الحاجات العينية زمان وتاخذ الأسهم، إن شركاتها زي ما قلنا شركات احتكارية. لما تقولي لا أسمع أنت، شو معناه شو معناه شركات احتكارية؟ غير دقيقة سيد محمد، ما تمش، شو معناه يعني شركات احتكارية؟ العامة يعني ملياش ملياش منافس. مين قال يعني لك هذا الكلام؟ زي شنو مثلا؟ زي الحديد والصلب، زي الاسمنت، في بعض الاشياء هي سمي لي، قول لي شنو شن هو شنو شن هو اللي سمعت بيه، شنو هو اللي سمعت بيه دار ارباح من هال من هالامه هذه كلها؟ كلها عندها ارباح. الانماء النفطيه هل بتخسر يعني مثلا؟ شنو هي الانماء النفطيه؟ ايه عندنا العديد والعديد من الشركات فيها ارباح، صحيح ان هي 136 شركه، يعني نسمع ان 20 30 منها، وهذا خطا من الادارات السابقه. طبعا السيد ياسين بارك الله فيه مشكور، يعني استقبلنا ويستقبل فينا ويتعامل معنا، لكن مشكله احنا في اللي نلوم على السيد ياسين في شح المعلومات وفي شنو ها وقع توا وعلى الهواء معاك ها شو تبي تعرف منه؟ قول له توا توا اللي يجروا بيكم كانوا يقولوا لكم نعطوك 20,000 جنيه، هذا كلام فارغ قالوا لك سيد ياسين بعد ما تلسانه. تبي تسمع كلام ثاني؟ خليه اسمع كلام ثاني، استغل الفرصه توا واساله شو تبي تسال، شو تبي تعرف ثاني؟ فلوس والله ما عنده، ما نقولها لك انا توا. شو تبي تدير؟ ايه شنو المطالب؟ الميزانيات المجمعه جمعة وارباح السنوات الماضية. ممتاز، هذا أهم شيء. عندنا أصول، الأصول معروف أن كل شيء زاد 5 أضعاف. يعني في العديد والعديد من الأسئلة، يعني ما فيش إجابة عليها وتواصلنا معها، يعني ما حصلناش على. خلينا نسأل أنا سيد ياسين، خلينا نسأل أنا. طيب سيد ياسين. تمام. سيد ياسين. نعم ال- 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 الكلام ولا ناضج توا، خلينا من موضوع 20,000 جنيه اللي ما نعرفش كيف جاي هذا ولكن السؤال المهم واللي حقهم الجماعه، بما انهم ملاك محافظ زمان كان ملاك، هذه بس نبي ننوه عليها لان حاجه مهمه. زمان اللي دار الموضوع هو امانه اللجنه الشعبيه العامه، وصحح لي اذا كان انا كلامي صحيح او كلامي غلط يا سيد ياسين. زمان اللي دار القرار الموضوع هذا بتاع الحوافظ أمانة اللجنة الشعبية العامة، واللي فيه قانون ما يخليش الدولة تعطي لمواطن أكثر من 10,000 جنيه إلا بقانون، إلا من المؤتمر الشعبي العام أو المؤتمر البرلمان. توا البرلمان جاء دار قانون السنة اللي قبل اللي فاتت وأقر ملكية هذه السنة المحافظ للمواطنين، فأصبح ملكية مقدسة، حتى لو كان غلط طريقة فرزهم وكذا أصبح اليوم في صراع قانوني حتى تبي تختلف معهم. لكن أصحاب المحافظ هذا اليوم سيد ياسين يسألوا فيك أنت واللي قبلك، واليوم أنت ليك سنة ونص تقريبا بس في مكانك، لكن يسألوا فيكم وين الشفافية؟ وين قوائم المالية نتاعكم؟ أعطونا نشوف، ما عندكمش حتى ويب سايت، الإنماء ما فيش ولا حاجة. وأنتم مفروض مش زي أي هيئة أو وزارة تانية أو شركة عامة تانية، أنتم عندكم ناس تملك فيها الشركات هذه ومن حقها أن هي تشوف. شن ترد عليه سيد ياسين؟ وقبلها بس سيد ياسين قول لنا كم نفر هم، ذكر لي سيد محمد عربي قال لي 264 واحد عنده محفظة، كم بالضبط العدد اللي عندكم؟ وتفضل جاوب على سؤالي لو سمحت.
اولا فيما يخص القوائم الماليه يعني عكفت اداره الصندوق من حد ما جينا احنا استلمنا اداره الصندوق اول قرارات اتخذناها كمجلس اداره واداره تنفيذيه هو اقفال الميزانيات السابقه وكنا باب مفتوح قدام ديوان المحاسبه والرقابه الرقابه الاداريه احنا عندنا لجنه دائمه من ديوان المحاسبه موجوده تم احاله ميزانيات الصندوق من سنه 2010 لعند 2017 لديوان المحاسب لانه هو اللي يراجع للصندوق للمال. بالنسبه لميزانيات الصندوق ال 18 وال 19 وال 20 وال 21 و 22 يعني ننتظروا في ان ديوان المحاسب يكمل لعند ال 17 عندنا اربع مكاتب مكلفهم ديوان المحاسب يشتغلوا معنا لوقت الحل باش ينحلوا للديوان. بالنسبه لوضع الميزانيات المجمع كيف ما قال الاخ محمد نسبه الانجاز فيها واصلين فيها لعند ال 70% في الوقت الحالي. يعني مسألة 30% هذه مسألة وقت قصير ماش وقت كبير يعني الشركات كلها يعني تم عقد جمعيات عمومية لها وكان راهو الموضوع صعب عقد الجمعيات انت تعرف باش تعتمد الميزانيات ضروري عن طريق الجمعية العمومية مجلس الإدارة يعني كانت عنده صعوبات في عقد الجمعيات العمومية لقينا بعض الشركات اللي لها 5 سنين 6 سنين 7 سنين ما عقدش أي جمعية عمومية لها وانت تعرف القانون التجاري واضح 23 سنة 2010 انت كل عام المفروض تعقد جمعية عمومية تعرض فيها تقرير نشاط، تعرض فيها ميزانياتك، تعرض فيها بياناتك، تعرض فيها بكل شفافية، عرفتوا؟ فهذا وضع الوضع توا للميزانيات. وبالعكس احنا رانا كنا منفتحين، يعني احنا ادارتنا احنا كنا منفتحين لاصحاب المحافظ، احنا جلسنا مع جميع انتوا بسرى والسنة هذه بسرى يا سيد ياسين، لكن اللي قبلكم لا راهو محمد عريبي احداك خاش المكتبي مش أقل من 4-5 مرات. أقل شيء، أقل شيء. وكنا بالعكس شفافين معاهم لاكثر من حل. باي اعطيتوهم القوائم الماليه قلت لهم شن في عندكم ارباح شن عندكم خسائر لان السيد محمد يبدو انه مش فاهم ان عندكم خسائر في صندوق الماء حساب انه يعني الرجل كلام طيب كلام طيب. انا غير في جزئيه مهمه خلينا نعرج عليها استاذ احمد على عجاله نعم خلينا نكون واضحين في ازمه ثقه ما بين صندوق الماء وبين ملاك المحافظ. واحد مش عاطيك حقه 14 سنه تبي يوثق فيك سيد ياسين هذا طبيعي عليك. وهذا واقع وهذا واقع واني معاهم راهم في 100% بالعكس اني راني صح اني نمثل المال العام ونحمي في المال العام لان هذا يخص كل اللي بين ولكن نحترم في المال الخاص ونحترم في الحقوق وهم يعرفوا الكلام هذا كويس اصحاب المحافظ يعني احنا تعاملنا معاهم بكل شفافيه حقيقه لكن مرات في اشياء يعني مش موجوده.